يا رب أنفلني بتوبة يونس، هود ويوسف طاهر الأطراف، بالرعد إبراهيم. بسم الله. يقول ربنا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة، ويقول في آية أخرى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ويقول في آية أخرى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ويقول أيضا في آيات أخرى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن فالدنيا في المنظور الإسلامي تزاوج بين الشيئين، يجب أن نعيشها لكن أن نتخذها مزرعة للآخرة. الفكر الغربي ينقسم إلى قسمين: الفكر المادي الإلحادي الذي يحسب أن الحياة الدنيا هي المنتهى، والفكر المسيحي الذي ينصرف عن الحياة الدنيا تماما ليعيش للآخرة. ولكن المنظور الإسلامي إلى الحياة الدنيا يزاوج بين هذين الشيئين. يقول ربنا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن المنظور الإسلامي إلى الدنيا على أنها قنطرة، وعلى أنها مزرعة يسير فيها الإنسان حتى يصل إلى الآخرة ولا ينسى نصيبه من الحياة الدنيا. بشران في حجرة ألقى عليه بقافي، بالذريات الطور أشرق نجمه، قمرا من الرحمن ليس بخافي، وقع الحديد.